احكي ابو اسحاق الشاطبي قدس الله سره في الموافقات عن عياض، عياض في المدارك، ترتيب المدارك ايها الاخوه، يحكي عن الفقيه المالكي الورع عن ناسك ابي ميسره المالكي. ابو ميسره كان يصلي ذات اي ليله، يقوم الليل، شوف العقل، هنا العقل الكامل والورع التام، لا يضحك على نفسه ولا يسمح للشيطان يضحك عليه، فضلا عن ان يخدع الناس ويضحك عليهم لحاجه في نفسه الضاحك قضاء، لا. المهم فاخذته رقه فجعل يبكي، فبين هو في محرابه، قص عجب، اذ انفلق المحراب بالنور، ثم تشعشع نور عجيب باهر يخطف الابصار ويأسرها، واذا بوجه قمري، وجه مثل القمر، يقول له: تملأ من وجه ربك ابا ميسره. فبصق فيه، شوف شوف العقل، قال له: لعنة الله عليك الى ابد الابدين. فانكشف كل شيء، عرف انه شيطان، نور ايه وكذب ايه وكلام فارغ، قال لك الله يظهر في حيط للناس بوجه هيك مثل وجه ولد حلو امرض. نعم وجدنا بعض المجانين، قالت: انا رايت ربي. وكيف رايته؟ رايت بلا لحيه وجميلا جدا وابيض. مجنون انت يا اخي، ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا احد. جل الله يا اخي عن هذا التجزيم، عن هذا الكفر. هذا ابو ميسره فقيه ناسك عابد، له ورع وله نور في عقله، شاف نور وشاف كل شيء. تملأ مني أبا ميسرة فإني أنا ربك، قال له عليك، مباشرة بصق في وجهي كما أعجبتني هذه، من غير تردد، هذا نور الورع يغلب ظلمة إبليس، هذا نور العقل الكامل التام يغلب تدجيل إبليس وتدليس إبليس وتلبيسه. بصق فيه، ابصقوا على كل الخرافات والمخرفين يخرفون علينا هكذا. قال المروذي، مش المروزي، المروذي، قال المروذي: أتيت أبا عبد الله بإبراهيم الحصري بتسكين الصاد، كان أحد الصالحين ومن أحباب الإمام هي أبي عبد الله أحمد بن حنبل قدس الله سره والصديق الثاني، وقلت له: أبا عبد الله، هذا أخونا إبراهيم الحصري وله أم ترى مرائي حسنة، أم صالحة هيك وتشوف رؤى طيبة جدا جدا، وقد رأت لك رؤيا. شوف، قال: فقصها إبراهيم الحصري على الإمام أحمد، ما فرحش فيها وذكر فيها الجنة، أنه بشرى بالجنة لإمام أحمد وكذا ومقام عالي. فلم يغتر بها أحمد قدس الله سره، وقال: يا أخي، هذا سهل ابن أسامة كان يرى له ويخبر بأمثال هذه الرؤى. كثير ناس يقولوا: شفنا لك هيك، شفنا لك هيك، مرأة ممتازة جدا جدا. ثم خرج في دماء الناس، سفك الدم، والرؤيا يا أخي تسر المؤمن ولا تغره. قال: ما بتغرني عن نفسي، بعرف حالي أنا، رؤيتي يمكن. شوف شوف هذا العقل، أنت أمام إنسان عاقل، نحب هؤلاء العقلاء نحن، اللهم اجعلنا منهم، عقلاء مع ورع مش نصب. أنا قيل لي: وهيب ابن الورد قدس الله سره، العارف الكبير الخطير جليل الشأن، وهيب معروف من هو وهيب الذي سئل، انتبهوا قصة إذا وهب ما سلب وبسخله المية. شوفوا الآن إيه هذا الصوفي العارف من الأوائل، هذا وهيب ابن الورد من المتقدمين، سئل: يا وهيب، هل يجد لذة العبادة من عصى الله؟ قال: لا، ولا من هم. حين تهم بالمعصية تحدث نفسك تفقد لذة العبادة، مش تزني وسخر لك المية تبقى تدل على الله، كذب. ماذا هذا؟ كذب ومين هذا، وقلة عقل وذمام وحياء. لا، قال: لا، ولا من هم، لا ولا من هم. الله أكبر، لله دره ودر منطقه، هذا منطق رباني، لا ولا من هم. قيل له: يا وهيب، واحد قال له: رأيتك كذا كذا ورأيتك في الجنة، فبكى وقال: لقد خشيت أن يكون هذا من تلاعب الشيطان بنا. قال: ما تفرحوش، ولا حفرك، يكون هذا لعبة. قيل لصالح آخر، قال له: قال: رأيتك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال له: اسكت، لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك وبي، بتلاعب بينا. قال له: بلا كلام فارغ، ما أنا عارف حالي، ايش مقعد صدق كذا، والحي لا تؤمن عليه الفتنة، ليس كذلك؟ الحي لا تؤمن عليه، ما الذي قطع نياط قلوب أولياء الله والعارفين؟ حدثناكم مرة عن انطراح الإمام ابن رسول الله زين العابدين، يا جماعة زين العابدين ابن علي، علي عفوا ابن الحسين ابن رسول الله ابن فاطمة ابن علي عليهم السلام أجمعين، الشعبي الإمام الشعبي عامر ابن شراحيل الشعبي إمام الكوفة، رآه منطرحا حول الكعبة الشريفة، وجهه تعفر بالتراب واختلط بدمعه، يشكو الى الله ذنبه، يا
يشكر الله فظائعه وخبائحه وظنه أحد العصاة، فإذا به ابن بنت رسول الله. لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. الحي لا تمع. تواضع، أين التواضع يا جماعة؟ أين الصدق مع الله ومع النفس ومع رسوله؟ أين؟ أين الخوف من مكر الله؟ أين؟ إيش الدعاوى العريضة؟ ولذلك قال أحد الصالحين من أسلافنا، قال: هؤلاء الذين ادعوا، أيروا دعاوى عن أنفسهم، نحن ونحن، واحد يقول لك أنا إيه قسيم الله بي الجنة والنار، واحد قال لك أنا أطفأت النار خلاص، واحد قال لك أنا عندي عهد من رب العالمين، كل من إيه أحبني وصدق بي لا يدخل النار، لا هو ولا ولده ولا ذريته. الله الله الله، إيه ده؟ وليه؟ عشان إيش يا حبيبي؟ زي ما أقول هذا ليس الرسول الله، ليش أنت لك إيه؟ ليه؟ أتيتنا بدين جديد يعني خير من دين محمد وأعمق وأرسخ من دين محمد؟ يعني شيء غريب جدا جدا. أكاذيب، أكاذيب كثيرة.